نرحب مجددا بالدكتور جلال الدين خانجي. دكتور جلال، بصفتك عضو المكتب الرئاسي في المجلس الانتقالي الثوري، عرفنا عن هذا المجلس. المجلس الانتقالي الثوري تجمع لقوى مدنية وسياسية وعسكرية عاملة في محافظة حلب منذ ولاية الحراك الثوري. هي أول محاولة للتأليف بين هذه القوى الثلاثة، القوى المدنية والقوى السياسية والقوى الثورية أو المقاتلة. هي محاولة للم الشمل ولتوحيد الرؤى وللعمل بيد واحدة في ظروف الثورة التي ما عادت تحتمل التفرق والتمزق والتشتت. كل في الفترة الماضية يشتغل بطريقة منفردة، فيحدث التضارب والتعارض بين نشاط مدني إغاثي وبين نشاط سياسي إعلامي وبين نشاط مقاتل جهادي. فمن هذا الباب نشأ هذا التكتل أو هذا التجمع. إنشاؤه كان على عجل لظروف الثورة التي تمر بها بلدنا حلب. فيما بعد شهر رمضان المبارك، بعد دخول الجيش الحر وتحرير نصف المدينة تقريبا، بعد التحرير الشامل والكامل تقريبا للريف، جاءت فكرة هذا المجلس. وكما قلت تواضع وتوافق بعض العاملين في الساحات الثلاث، ساحة العمل المدني والسياسي والعسكري، لكي ينهضوا بهذه المهمة. كان الائتلاف وكان المجلس سريع الإنشاء، لم تستكمل فيه استشارة كل الأطراف العاملة وهي كثيرة، لكن قلنا لا بأس، ننطلق بعون الله ومن ثم نستكمل عملية التوحيد. فبدأنا على المستوى العسكري بلواء التوحيد، راغبين من أن نضم إليه الألوية الثانية الفاعلة في حلب وفي ريفيا، من شهباء حلب الشهباء إلى الفتح إلى سواه من الكتائب المختلفة. وكذلك الحال على المستوى المدني والمستوى الإغاثي، حاولنا أن نتواصل مع كل من يعمل في المدينة وفي ريفها من تنسيقيات وتجمعات واتحادات وما شابه ذلك. طبعا انطلقنا بهذه الطريقة بنوع من التواضع، بمعنى أو الاتفاق، اخترنا أشخاص للمكتب الرئاسي، وكان يضم ولا زال يضم طبعا ثلاثة عناصر، عنصر له مساس وله معرفة ولا اتصال بالجناح أو بالمقاتلين، وأنا شخصيا جلال الدين خانجي كممثل عن التوجهات السياسية أو بعض التوجهات السياسية في مدينة حلب، ممثل عن الفعاليات المدنية. أنشأنا في هذا المجلس عدد من المكاتب التخصصية التنفيذية التي تحاول أن تقدم للناس ما يحتاجونه، فكانت مكاتب ذات طبيعة خدمية كمكتب الإدارة المحلية، مكتب الإغاثة، مكتب التعليم وما شابه. وهناك أنواع ثانية من المكاتب ذات طبيعة تنظيمية، المكتب الأمني، المكتب الحقوقي، المكتب الشرعي، وهناك طبعا المكاتب ذات طبيعة التنظيمية، بمعنى المكتب المالي والمكتب
الإعلامي وما شابه. هذه المكاتب طبعا كنا نستكملها شيئا بعد شيء، ويضم الكل كهيئة جامعة اللي هو المكتب التنفيذي، والمؤلف من حوالي تقريبا 22 شخصية، نصفها من المدينة ونصفها من الريف. هؤلاء طبعا ينظمون ويخططون ويدبرون لمسيرة المجلس، والمكاتب التنفيذية تقوم بتنفيذ الأعمال المخططة أو المدبرة أو تقديم ما يحتاجه المواطنون والمقاتلون من خدمات. هذه فكرة المجلس في منطلقه، طبعا وكان يعني مولود على عجل، واضطررنا لوضعه كما يقولون في الحاضنة لكي يستكمل نماءه ويستكمل حياته. ووجدنا أخيرا كما سوف نلحظه بعد قليل، وجدنا أنه من الضروري بعد فترة العمل خلال عدة أشهر أو شهرين ونيف على أن يكون لهذا المجلس تأسيس جديد وهيكلية جديدة وتوسعة واضحة ملموسة. سوف نشرحها إذا أتيح الفرصة والمناسبة لهذا الشرح. دكتور، ما هي خطة إعادة هيكلة المجلس، وهل هناك مخطط زمني لذلك؟ إعادة الهيكلة أو التوسعة سوف أشرحها في بشكل وجيز، تاركا التفصيلات لوقت آخر، وسوف أعقب على الهيكلية هذه أو التوسعة بالسبب الرئيسي أو الأسباب الرئيسية التي دعتنا إلى هذه الإعادة أو هذه التوسعة. ومن ثم أذكر كما قلت الخطط الزمنية لتنفيذها ولوضعها على أرض الواقع. أولا، إعادة الهيكلة منطقها هو التالي. ذكرت لكم بأن المجلس اختيرت أشخاصه بالتوافق بين مجموعات العاملين في المدينة والريف وبين القوى المدنية والسياسية والمقاتلة. هذا الاختيار لم يكن اختيارا تمثيليا حقيقيا صريحا واضحا، وإنما كان توافقا على شخصيات أثرنا أن تكون معبرة ممثلة عن الواقع الفعلي للناشطين والثورين في المحافظة. الآن الطريقة مختلفة، لجأنا إلى كل الشرائح وكل السكان في المحافظة في المدينة وفي الريف، جعلنا لكل نسبة من السكان ممثلا واحدا، لكل 20,000 من السكان ممثل واحد. هذا التمثيل هذا الفرد ضربناه بعامل تثقيل له علاقة بالثورة، بمعنى كلما كانت المنطقة أو التجمع السكاني أكثر قدما في الحراك الثوري، أكثر بلاء في الحراك الثوري، أكثر تقدمة للشهداء في الحراك الثوري، أكثر دمارا من قبل النظام في الحراك الثوري، أكثر أهمية في وضعه الجغرافي في الحراك الثوري، هذه كلها جمعناها في عامل مثقل نسميه عامل الثورة أو عامل التثقيل الثوري، ويتراوح بين الصفر وبين 2.5. وبالتالي عندما نختار للتجمع السكاني فردا واحدا من خلال التعداد والذي أخذناه من الإحصائيات العامة للسكان في سوريا، نضرب هذا الواحد بالمعامل التثقيل الثوري، وبالتالي 20,000 من السكان في مدينة ثائرة مبكرة في الثورة، مقدمة لعدد من الشهداء كبير، مقدمة فيها خراب كبير، نقول ليس لا ممثل واحد وإنما لا 2.25 أو 2.5 أو 1.5، بمعنى لا أكثر من الواحد. وبالمقابل عندما تكون المدينة أو التجمع السكاني ليس له وسام في الثورة أبدا، بل له فعل معاكس للثورة كبعض المدن أو بعض القرى البسيطة والقليلة في العدد، تعطى معامل صفر، وبالتالي لا يكون لها ممثل في هذا
في الهيئة العامة التي سوف يدعى إليها. إذن بالتالي أحصينا كل القرى الموجودة في المحافظة، قسمناها إلى عدد من العشرينات الألف، بحثنا عن عواملها الثورية، العامل الموزن أو الذي يرفع من حصة المنطقة بطريقة شفافة واضحة حيادية، ليس لتأثير اللجنة التي وضعت الأمور، ليس لها تأثير، وإنما استفتيت القرية أو سئل عن ظروفها وأحوالها ومدى مساهمتها وتبكيرها في الثورة. هذه الأمور نظمت على مستوى الريف، على مستوى المدينة كذلك الحال، فعل نفس الأمر، بمعنى قسمناها إلى أحياء مختلفة وتناولنا في هذه الأحياء لا بالمنطق السكان، وإنما بالمنطق منطقة التقديم للثورة والتقديم لعدد الشهداء والتقديم للخراب، وأثرنا أن تكون المؤسسات الفاعلة في المدينة أن يكون لها ممثلوها، فكل الفئات العاملة، اتحاد مثلا المهندسين الأحرار أو اتحاد المهمين الأحرار، وجعلنا لكل اتحاد إيش ممثلا أو أكثر وأقل بحسب إيش أهميتها وما شابه ذلك. إذن بالتالي استقرت الأوضاع على أن يكون لكل المحافظة مدينة وريفة بحدود 220 أو أكثر وأقل ممثلا يختاره العاملون في الأرض والسكان الذين يحيون على الأرض، يختاروا ممثليهم بطريقة لا علاقة للجنة المنظمة في الأمر، هم الذين يختارون وينقلون اختياراتهم إلى اللجنة. اللجنة تجمع هذه الأسماء فتوضع في هيئة عامة كما قلت عددها من مرتبة 220 أو أكثر وأقل بحسب إيش التقسيمات التي رتبنا، لأن هذه الهيئة العامة هي الممثل الواضح والصريح، وأقول والذي يعني قدمه واعتبره و يعني تمسك به هو 6 ملايين إنسان يعيشون في محافظة حلب. هذه الهيئة هي التي سوف تختار كل ما سوف يعلوها من هيئات فاعلة ومن مكاتب تنفيذية، مثلا الهيئة العامة التي نتكلمها سوف تختار منها أمانة عامة بحدود 30 شخص. هذه الأمانة العامة هي التي سوف تقود الأمور في الفترة القادمة والتي لها زمام المبادرة، سوف تختار لنفسها مكتب رئاسي بمعنى رئيس ونواب رئيس وأمين عام وما شابه ذلك. كل هذا سوف يتم بالانتخاب الصريح الواضح السري المعروف بالطرق الديمقراطية المألوفة المشهورة، وبالتالي في هذه الحالة سوف تكون كل هذه البناء منطلقة من اختيار الناس لممثليهم وبالانتخابات السرية الواضحة، سيكون للجهات المديرة للعمل القائدة له كما يسمى المكتب الرئاسي أو المكاتب المتفرعة عنها. هذه كلها جهات تكاد تكون رقابية أو يعني موجهة ومختارة من الناس لا على أساس ثقافتهم وتمكنهم من فنون عملهم، وإنما منبثقة من اختيار الناس لهم، من ثقة الناس بهم، من ولاء الناس لهم. هذا ما يسمى المجلس أو مو المجلس عفوا الأمانة العامة التي سوف تدير الأمور في الفترة القادمة، سوف تختار رئيسا للمكتب التنفيذي الذي سيختار مدراء للمكاتب المختلفة التي ذكرنا بعضا منها، مكتب سياسي، مكتب تعليمي، مكتب إغاثي، مكتب إدارة محلية، وتشكل ما يسمى الجسم التنفيذي من هذا المجلس الانتقالي الثوري. هؤلاء يختارون على أساس الكفاءة أولا على أساس الثورية ثانيا، هم بمعنى أناس متخصصون في ميادينهم، عارفون للمؤسسات التي يشتغلون فيها، وهم أكاد أقول مختارون من قبل الأمانة العامة، وهؤلاء عليهم رقابة من خلال
المجموعات الموجودة في الهيئة العامة التي سوف تراقب أدائهم وعملهم ومدى انسجامهم وتوافقهم مع ما يخطط لهم من ما يسمى الإدارة العامة. هؤلاء سيشكلون ما يكافئ ما يوازي حكومة صغيرة مؤقتة تدير الأمور التنفيذية. هذا سوف يتم يعني قريبا إن شاء الله. البواعث الأساسية لهذا التجديد، لهذا التوسيع، لهذه إعادة الهيكلة أمران أساسيان. أولا، أن التجربة الأولى للمجلس الانتقالي لقت نجاحا واسعا وأنجزت إنجازات ملموسة في الفترة الماضية، فقلنا لابد من تعميمها لباقي المحافظات، لكن لا على أساس الاختيار والتوافق على الأشخاص، وإنما من خلال الانتخاب المعروف المألوف بالطرق الديمقراطية المشروعة. النقطة الثانية المهمة، وهي أن بعض المشتغلين على الساحة اعترضوا على عدم تمثيلهم في هذا المجلس الانتقالي السابق، فقلنا لابد من لم الشمل وتوسيعة الأمر توسيعة كبيرة مطلقة لكي يساهم فيها كل العاملين يختارون ممثليهم، والممثلون يختارون أمانتهم العامة، والأمانة العامة هي التي تختار الرؤساء والأمناء العامين، وتختار الرؤساء المكاتب التنفيذية، وتختار المكاتب التنفيذية تفصيلا. إذن بالتالي هذا هو البعثان الرئيسيان: أولا، تعميم التجربة الحلبية لنجاحها في الفترة الماضية على ما يسمى عدم ضبط نشأتها، ومن ثم كما قلت العودة للانتخابات العامة الصريحة الواضحة، ولإشعار أن السوريين قادرون في المستقبل على أن يشكلوا هيئاتهم بطريقة شفافة واضحة ممثلة تمثيلا حقيقيا لمجموع الناس ولجمهورهم، وستكون إن شاء الله نموذج يحتذى في باقي المحافظات، بل ويحتذى في الفترة القادمة عندما يعاد لسوريا الحرة استعادة إمساك بزمام الأمور من خلال أبنائها ومن خلال ممثليها من الحقيقيين، لا من خلال المجالس المزعومة التي نعرفها والتي سمعنا عنها والتي عشناها في الفترة الماضية من مجالس شعب مزورة مخترقة معينة، وإن كانت هي منتخبة بالشكل الصوري. هذا الإصلاح أو التجديد أو التوسعة سوف يتم في فترة وجيزة، وسوف يدعى للهيئة العامة التأسيسية الاجتماع الأول التأسيسي في فترة قادمة لا تتجاوز إن شاء الله مرتبة 10 أيام إلى الأسبوعين، وسوف تتم في منطقة آمنة لن نحدد مكانها الآن، وإنما نتركه للظروف ولأمن اجتماع هؤلاء الناس. وهذه الهيئة التأسيسية سوف تختار أمانة العامة، تختار كل القادة الذين يديرون الأمور من خلال الانتخابات التي سوف نحرص أن يحضرها أو ستكون مغطاة بتغطية إعلامية واضحة وصريحة، بل ممثلين من بعض الهيئات العالمية كالمجلس الوطني والائتلاف الوطني والربط العلماء السورية وما شابه ذلك من روابط حضورها يعنينا، وهو نمط من الرقابة الخارجية على شفافية ودقة وانضباط هذه الانتخابات التي سوف تسمح لأن نقول بصوت عال: مجلسنا الانتقالي بعد توسعته يمثل القوى الثورية والحراك الثوري في محافظة حلب في ريفيا وفي مدينتها، ولا ندعي الكمال، ولكن نقول يمثل تمثيلا حقيقيا واضحا وصريحا. وعلى كل حال نرجع ونقول بأن هذا المجلس عمره قصير كعمر الفراشات التي تهوي بنفسها إلى النار لكي تنقذ الآخرين، هو إلى مرحلة أو إلى ظروف إسقاط النظام وما سوف يتلوه من أسابيع قليلة حتى يتولى الأمور حكومة مؤقتة أو
هيئات تخص سوريا بعمومها لا محافظة بعينها كمحافظة حلب. إذن عمر المجلس الانتقالي حتى بعد توسعته قصير، مهامه واضحة محدودة. ليس من مهمته طرح الرؤى السياسية لمستقبل سوريا، ولا طرح الرؤى الواضحة للإعمار في سوريا، ولن يكون له كل هذه الأمور الضرورية اللازمة، لكنها سوف تترك لعموم السوريين ولكل الشرائح الاجتماعية في سوريا لكي تقرره. وإنما نحن دورنا كما هو دور الائتلاف إدارة الثورة في محافظة حلب بالانسجام مع الائتلاف والاستفادة من الإمكانيات المادية التي سوف تعطيها أو تمنحها الدول المانحة والصديقة لسوريا. طبعا هذا المجلس بعد توسعته سوف يحتاج لتمويل كبير، لأنه سيقوم بمهام مدنية وإغاثية وحتى أقول عسكرية واسعة وواضحة، فلابد لها من تمويل، والتمويل سوف يكون بالتنسيق والتعاون مع باقي المشاريع التي تقود مستقبل الثورة، اللي هي الائتلاف، المجلس الوطني، وباقي قوى الثورة الموجودة في خارج سوريا وفي داخلها. دكتور جلال، يعيش أهالي حلب الهاجس الأمني والمعيشي والمستقبلي، فهل يملك المجلس حلولا لتلك الهواجس؟ هذا الذي ذكرته أخي الكريم فعلا حقيقة واضحة وأصبحت ملموسة لكل المواطنين في حلب وفي ليفيا. أمن قليل وتأمين للرزق ضعيف وتهيئة للخدمات الحيوية في أدنى حدوده. نحن نعرف أن حلب تقطع عنها الكهرباء لأيام متتالية، والخبز يشتريه الناس بطوابير طويلة، والماء ينقطع بين يوم وآخر، والدواء لا يتواجد إلا في ظروف تقول خاصة. هذا نعرفه، ونعرف أيضا بأن الأمن قليل، هناك لا زالت شبيحة النظام تعيش فسادا، ولا زالت شبيحة النظام بالانخراط في الجيش الحر بشكل متستر تقوم بإشاعة الفوضى، وهذا كله نعرفه ونسعى للجمه ولتقليصه ولتقليل من أثره بما نستطيع. عملنا في الفترة القادمة هو إدارة هذه الأمور، لذلك نفكر بدأنا بعمليات جادة في إنشاء ما يسمى أجهزة تسمح بتأمين الأمن من خلال جهاز الشرطة، من خلال منطلق جديد للشرطة المنشقة عن النظام الماضي. نحن نسعى حاليا لتأسيس، وبدأنا بالخطوات التأسيسية الأولى لشرطة عسكرية بلباس موحد، بأسلحة موحدة، بهيكلية واضحة، بتدريبات لازمة، والتي سوف تساعدنا على ضبط الشطط في الكتائب المسلحة وعلى ضبط الشطط في المواطنين من خلال الشرطة المدنية. هذه الهيكل بدأنا في التفكير فيها منذ شهرين، بدأنا بالعمليات التنفيذية. حاليا نحن في حلب عيننا قائد شرطة العميد أديب الشلاف، ونسعى لتأمين ولترتيب الشرطة العسكرية التي سوف تلجم كما قلت شطط المسلحين أو المفسدين من المسلحين، حتى ما نشمل الكل، والكل بعيد كل البعد عن هذه الإفسادات. ويعني لا أخفي سرا إذا قلت بأن يمكن 15% كما صرح بذلك العقيد عبد الجبار، بأن حوالي 15% أو أكثر أو أقل من الجيش الحر هو من مرتزقة النظام ومن من أزلامه الذين دخلوا من باب الخفية والتقية لكي يفسدوا ما يفسدون ويشوهوا صورة هذا الجسم الذي نشأ بصورة هلامية، ما يسمى الجيش الحر، والذي يكتمل بناؤه وتكتمل آلياته ويكتمل نشاطه يوما بعد يوم. إذن هذا الهاجس الأمني وهاجس تأمين ما يسمى الحاجات الأساسية للمواطنين من طعام وغذاء وكساء ودواء وتدفئة، كلها في أذهاننا ونعد لها
الخطط بل وننفذ بعض هذه الخطط بما يتاح لنا من إمكانيات. في الماضي القريب كانت كل هذه الأمور مهيئة من خلال المساعدات المتفرقة المتشتتة والتي سمحت بفوضى في توزيع الطعام والسلاح والغذاء والخدمات. ما نفعله أو ما سوف نفعله أو ما نخطط له وما أنجزناه في الفترة الماضية والقادمة هو أن ننظم عمليات إدارة هذه الحاجات وهذه الإمكانيات حتى تصل إلى كل المواطنين بلا استثناء وإلى كل الشرائح بلا استثناء وإلى كل الناس المحتاجين بلا تمييز ولا تفرقة بين القاصي والداني. دكتور، ماذا عن شكل الإدارة السياسية التي سينفذها المجلس في حلب وما هي مرجعيتها؟ الإدارة السياسية طبعا تعرفون السياسة معنيان، السياسة العليا والسياسة الدنيا، بمعنى الإدارة المحلية من خلال عمليات الجزئية التفصيلية. نحن حاليا اهتمامنا بالسياسة العليا هي من باب التوافق والانسجام مع ثوابت بلدنا وأمتنا في الخطوط العريضة المعروفة، وبالتالي هذه السياسة هي في حدها الأدنى بالتوافق مع الثوابت الكبيرة. أما السياسة التفصيلية الجزئية فهي التي نمارسها على أرض الواقع، أولا بالانفتاح على باقي المحافظات، ثانيا بالانفتاح وإدارة الأمور وسياسة إدارة الأمور على مستوى المكاتب المختلفة وعلى مستوى القرى المختلفة. هذا ما نخطط له ونفعله. فسياستنا واضحة، سياسة ذات طبيعة إدارية مهنية احترافية، نضع فيها رجل مناسب في المكان المناسب، ونحاول أن نفرق بين ريف ومدينة وبين غني وفقير وبين ثائر وغير ثائر في القضايا الحيوية، وإنما نقدم هذه الخدمات لعامة الناس ولمختلف الطوائف والأشكال. وبالتالي هذه السياسة العامة التي ننتهجها حاليا، تاركين كما قلت السياسة بمعناها الأعلى بأن نكون منسجمين مع الثوابت الكبرى في إزالة النظام والبحث أو إسقاط النظام للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية يعطى المواطن فيه حقه ويعطى فيها حريته ويعطى فيها احترامه ويعاد له كرامته الإنسانية. دكتور، سؤالي الأخير لجنابك، ما هي علاقة المجلس بباقي مجالس المحافظات والكيانات في المعارضة السورية؟ طبعا انطلقنا نحن في البدايات في تشكيل مجلسنا الانتقالي عاكفين على محافظتنا ومرجئين الاهتمام بالمحافظات الثانية إلى فترة لاحقة، ومن ثم أدركنا سريعا بعد التعرف على إخواننا في باقي المحافظات أنه لا بد وبسرعة كبيرة من أن ننشر فكرة مجلسنا الانتقالي والنتائج التي وصلنا إليها والهيكليات التي وضعناها، نضع بين إخواننا بين أيدي إخواننا في باقي المحافظات. وجدنا أنه من صالح الثورة أن يكون التنسيق بيننا وبينهم تكون غنيا واسعا منتشرة، مستفيدين من خبراتهم ومن مجريات الأمور عندهم، وهم أيضا مستفيدون من خبرتنا وتجربتنا. وتعرفون أن التجربة الحلبية تجربة متميزة باعتبار أنها تملك ريفا واسعا محررة وتملك مدينة نصف محرر وتملك حدودا واسعة مع تركيا يتجاوز طولها 300 كيلومتر تقريبا، تسمح بانتقال المواد والأسلحة والأشخاص بطريقة ميسرة. وبالتالي فعلا كان لحلب، لمحافظة حلب، ميزة في السياق الثوري والحراكي المدني، وبالتالي سمح لنا بأن نشكل بنى وهياكل وتنظيمات وترتيبات مختلفة عن باقي المحافظات. من هنا بادرنا سريعا لأن نتصل بباقي إخواننا في باقي المحافظات عارضين عليهم ما وصلنا إليه من نتائج، متعاونين معه فيما يملكون من خبرات، منسقين فيما بيننا وبينهم. ومنطلقنا أنه لن نقبل إلا بسوريا موحدة مجتمعة كلمتها متسقة، وبالتالي المنطق المناطقي لا وجود له في فكرنا. نحن لا نشتغل على مستوى المحافظة
متقوقعين حول محافظتنا، وإنما من باب أننا نعرف المحافظة ونعرف ظروفها، فالهاجسنا ومنطلقنا ونوسع التجربة ونستفيد من الخبرات وأن ننسق، وفي آخر الأمر نحن طامحون لسورية حرة وليس لمحافظة حلب حرة أبية كريمة. ختاما نشكر الدكتور المهندس جلال الدين خانجي على الوقت الذي منحه لقناة حلب اليوم وعلى سعة ورحابة صدره.